اخيرا 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 جا النهار ديال هاد نري على روينه عندي في هذا لو تشك خصني ندير لي واحد نص نهار. قلت لكم اخيرا جات الفرصه انني نصيب هاد الشيفونيير الكومودين هادي ديال المكياج. ما عرفتش من مشات لي راه تخلطوا عليا اللغات ما نديرش عليا الله. هادو غادي نديرهم هنا في الجنب. شنو تسالي نخلص تطلق من الفرازه كي جمعنا رزازه تاعنا شو ايفيت ايفيت تمام شتو غندير هادي وحده من هنا غادي فيهم دوك البولات ولا اللمبات وحده هنا وحده غنديرها في هذا في هذا الجنب هذا. سخفت كيخممني غادي يدوز الخيوط خاصو دابا يتقب هذاك هذا الخشب خاصو يتقبو بالشينيا قبل ما نهود نجيب ولادي دابا الثقه القسمه باقي لهم 10 دقائق انا يعني يلا جيت من ايكيا يلا دابا شي نص ساعه تقريبا باش جيت اصلا من ايكيا خديت ليهم كنت شفت انا صاحبتي سيربي اللي خدات الولاده هذه حتى انا خديت ولادي هذه اللوحه علاش خديتها باش نبدا نعلمهم العربيه الحروف العربيه باش ما ينساوهمش هما الحمد لله عارفينهم لكن باش ما ينساوهمش والانجليزيه والفرنسيه يعني نعلمهم اللغات نعلمهم هنايا هادي بالطباشير وهاد الجهه هادي بالقلم يعني الفتخ فينا هو خديتهم اليوم من ايكيا انا وسيربيل جهه فيها هادي ديال الفتخ وجهه ديال الطباشير شحال ما كتبت بالطباشير في ايام الدراسه المهم غنحلها لهم دابا بغيت نفاجئهم غادي يفرحوا بيا ريبت الحفلة أي أشكم يا عبد مدانس عادي ما صدق لي تاكلي دي كالدر دم جشتر montaj kağıdı var bunun bir tane diyor montaj. O yüzden size. Hiç mi şey diyelim montaj? Ben hani ben montaj video et. Ben hiç mi montaj mobilya? Ben sadece videoları montaj yapabiliyorum aslında. Mobilyaya montaj yapamam. Şimdi bunun montaj işi var. Evet, her şey bir lise. Ay çocuklar gelmeden önce yapmak istiyordu. Sürpriz yapmak istiyorum onlara. Ne olursun ya benim. Lütfen. Çocuğuma bir şey çözelim. Kolay bir şey. Sen hep kolay ver. Yani tüko şey tık sehen. Uş meşin emel. اليوم عندنا اليوم ديال المونتاج مونتاج الموبيليا اوه
الفاريز عرفتي ما نعاودش هكا ما كنقدرش نتني ركبتي هكا بحال عرقتي بحال الفاريز المهم الفاريز كيقتلني لا عندكم البنات شي علاج الفاريز شي حاجه طبيعيه الفاريز قولوها لي الله يجازيكم بخير انا كنموت والله العظيم اللي كيقتلوني هاد لي فاريز كنبقى واقفه بزاف ما كنرتاحش لا عندكم شي علاج ولا شي حاجه طبيعيه للفاريس لانني ما مشيت عند الطبيب وخايفه نمشي عند الطبيب يدق لي البره في الفاريس لا لا خويا شكرا بزاف 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 دير هكا هذا الشيء ما طالبناش اه واحد يرسم من هنا والاخر يرسم من هنا 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 ثلاثه اش كنتوش اون ذا كويتش شكرا عفوا 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 العربية عفوا خلاتها ماما بحال الميريكانيين اللي عفوا العربية عفوا ماشي عفوا عفوا ميراكش لا اللهجة ديالو بالعربية بحالنا ولد مو دابا غايعيطو ليا الترونسبور دابا مي راش قليب هنا دينارة ميراج بزاف اللي كيسولوني على المعاني ديال الاسامي ديالو شريده ميراج كتكتب بحال هكذا دينارة ميراج دينارة يعني الحب ونور الشمس ميراج تعني دابا انا المدرسه ديالكم ميراج تعني المعراج بالعربيه لانه تزاد في شهر المعراج ميراج ماشي ميراج ميراج هاد السي سي دي كيقولوا لها معلمة جميعا يكون معلمة تحية كبيرة بجميع المعلمات اللي كيشاهدوني من الله تحية كبيرة لكم هل غوات ونضاربة بداو مكي مزيان راجي عزيز عليه هادشي ديال البريكولاج كي حماق على هادشي غير يكفي انك تعطيه شي حاجه يبريكوليها شتو هادو كيفاش كيكونوا هادو كيتباعوا بلاتي نقص الاضاءه هادو كيتباعوا بحال هكذا من ايكيا وحده بحال هادي وحده بحال هادي وكتباع فوق منهم هاد القطعه هادي اللي غير كتحطوها فوق منهم بحال هكذا كتقادوها زيد قاد مزيان ها صافي لاسبيراتور فيني ملي تقاب الحيط دار لاسبيراتور للارض واحد جوج ثلاثة ووهو واو ben bunları beyaz aldıydım bu niye sarı çıktı böyle ben de beyaz zannediyorum كان سحابهم بيضين لكن هما صفرين ماشي مشكل جوج الماس اها زوين جا اها واو اشكي شنو هذا المسنبور ده اللي تفا شو شو درجة خلع زوين المرايه خاصها تمسح واو خاصني غير نشري واحد البوف
باش نجلس عليها، بغيتها تكون شي شويه في بحال هاد الغوز هذا. اش كم اوها لي تشيفيري المسن؟ زوينه. سوبر زوينه. شكرا شكرا. هذا هو الشكل النهائي. قولوا لي كيفاش جاكم. صراحه جات جا البيت مبدل، تغيرت الغرفه تماما. شحال هذه وانا كنعكز عليها، شحال هذه ملي كنت في الدار الاولى كنت خديت هادو من ايكيا، هادو من ايكيا، وخديت هاد الضوا وهادو اللمبات هادو كنت خديته من ايكيا، وما ما كانش زعما فرصه باش نصايب الكوافوز، فما كانش النصيب حتى لهاد الدار هادي. اخيرا عرفت شحال وانا كنعكز عليها، هاد الشهر هاد الشهر الشهر الجاي ما كانش الفرصه بصراحه. مهم هادو اللي كنت خديت الاسبوع اللي فات، داك الاسبوع اللي مهم هاد الشهر هذا كنت خديت هادو من ايكيا، هادو بجوج نوريكم شنو درت فيهم. هاد المرايه هادي يلاه صايبها لي راجلي هاد الاسبوع هذا ومونطاها ليا، فحطيت ديكورات الشموع داكشي. هذا داك الشمع ديال القرفه اللي كنت خديت الريحه ديالها فن عاطيه، يعني ريحه القرفه في البيت ما نعاودش لكم. هادو العطور ديال راجلي نضادر. هذه هذاك الصندوق ديال ميبيلين اللي عندي منه جوج، واحد هنا خاوي وواحد حطيته هنا. هنايا هاد المكان مخصص بالماسكات، جولد ماسك، سيلفر ماسك، يعني الماسكات ديال الفاخر وداكشي اللي خاص بالوجه. هنا العطور ديالي، هنا حتى هو منتجات ديال التجميل، هادو كيعجبوني بزاف كنستعملهم من عونية سيكريت، فنين فنين من الارغان وداكشي دائما كنستعملهم، فيتامين سي، مهم كريمات. هذا حتى هو الديكور، الشموع. نوريكم هنا شنو درت. هنا هادي بصراحه ماشي براتيك، ما كتعجبنيش بزاف لانها كتوحل. المهم هنا داك التخربيق بحال هادشي. هاد الايلاينر كنت خديته من المغرب من يان ندوان، عجبني بزاف، جد 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 ممنونه، فن ما كيتحيدش، واخا مع الماء ما كيتحيدش. يعني هذا الفيتامين او اللي كندير للعينين تحت العينيه، هادشي هذا اقلام. وهذا ها بغيت نقول لكم بالنسبه للي شافت هاد وايت ناو في الاشهار وكانت باغه انها تشريه، كنصحها ما تشريش لان هذا كذبه كبيره لا غير. هذا كتدوري هكذا كيدور بحال ستيلو، ها بحال هكذا، وكديري السنان بحال هكذا. باش نوري بحال هكذا. المهم دابا راه ما خرجش، لكن كيخلي لك واحد الطبقه بيضاء بحال الجير تماما. اه هو كيبان لك الاثنين بيضين ولا في الصوره بيضين، لكن جير جير، يعني يشوفك شي انسان قريب منك يشوف سنانك كلهم جيرين، هذا زيرو، يعني ما كاينش الواحد انه يشريه. هذا شوف متشريش، ما كنحملهاش هذه، ما كتحلش بزز. المهم هنا هادشي ديال الفراج وداكشي. هنا هادو كنت خديتهم ملي كنت خارجه مع ديليك داك النهار في المول. هادي كانت عطيها ليا صاحبتي بشرى ديال الفنيت، كنحط فيها الفنيت زوينه مصايبها بيدها تبارك الله عليها. هادي الباليت ديالي اللي كنستعمل مره مره، هاد الالوان ديالها كيعجبوني ديال ريفوليسيون. هنايا العكوره اللي كنستعمل بشكل يومي تقريبا من فارماسي، فلورمار، ماك،
هذا كنت خديته عفوا امتى في المسابقه، كنت خديته بالنسبه للمسابقه اللي كنت درت، خديت الفائزه وخديت لي حتى انا واحد بحاله تماما. نوريكم اللون ديالو فن، كيخلي الفم مرطب واللون ديالو فن، كيعجبني انا هاد الالوان الغامقه بحال هكا. تتسد. وهادو الماسكارات، هذه درتها خاصه ديال الماسكارات بحال هكا، لكن كاين لوريال، كاين فلورمار، كاين اسانس، كاين بزاف ديال الماركات، لكن الماركه الماركه اللي عجبتني بزاف 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 هي كيكو، جد ممنونه عجبتني، حمقتني ديال كيكو. كنت خديتها انا ديلا، كنت مشيت معها المحل ديال كيكو باش تشريها، جربتها وصدقت حتى انا شاريها، وفعلا كتطول الشفار، كتكتفهم واعره. هذه بالنسبه لي دابا رقم واحد. هذا الفون دو تان ديال ماك، ما كنستعملش فون دو تان بزاف، كنستعملو قليل في المناسبات فقط لا غير، هو والبرايمر ما كنستعملهمش يعني بشكل يومي. هذا ديال لوريال، تا هو فن غزال بزاف بزاف، مزيل المكياج، كوتون كلينيك يعني هادشي. وهاد الماسكات هادو اللي كنستعمل دائما 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 كيخطاونيش، ديال لوريال كيتقاداو، كنعاود نشري منهم الوان، كل واحد علاش كيصلاح. هذا مزيل المكياج، هذه كولونيا ديال الورد، هادو مزيل المكياج اللي كتجيني العكزه بالليل، كنحط وحده راسي بعض المرات كنحيد بهم المكياج، يعني غير عاده كنستعمل الماركه ديال دياديرمين كتعجبني. شنو ثاني؟ هذا ما كان، وانايا كنحط داكشي اللي كنبغيه يبقى قريب مني. هذا ما كان، قولوا لي كيفاش جاتكم الحاجه اللي باقا ناقصاني. الحاجه الوحيده اللي باقا ناقصاني هي واحد البوف ولا كرسي، داك البوف فهمتوني، بغيت نشري في الغوز بحال هكذا، لانه عندي الكونسيبت في البيت النعاس بالغوز. اغلب الاوقات كندير انا عندي هادو بزاف في اللون ديال الغوز، يعني اي حاجه كتكون عندي في تقريبا تقريبا ماشي كلشي، اغلب الالوان اللي عندي هنا في الغوز الوردي. وهاد الخامي كيف ما شفتوا في الغوز، بغيت ناخذ شي بوف بحال هاد اللون هذا، نحطه هنايا باش يلاه يلاه غتكمل القضيه. هذا ما كان، قولوا لي كيفاش جاتكم هادي، عجبتني في الصراحة. اش تاني؟ صافي هذا ما كان، نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، عرفتوا شحال عييت ليهم وما نعاودش ليكم، واش كيزعل عليكم؟ ديت ولاد السينما حلفت عليهم ما نبقاش نديهم، عاوتاني ديتهم مع اني ما ندير هادي الدنيا. وهادي المرايه اللي كان نستعمل بعد مرات ماشي ديما، هذا ما كان. نقول لكم اش ثاني، تهلاو ليا في راسكم. علاش ما كملتش الفيديو؟ انا راه ما كملتش فيديو هاد المقطع، المقطع هاد المقطع اللي كتشوفوا دابا الغد ليه ديال المقطع اللي شفتو في الاول ديال الفيديو، لانه جات عندي البارح سيربي صاحبتي وما اضطريت ما نكملش الفيديو، وفعلا كان هذا خاوي، ما بغيتش نوريكم الكوافيز وهي خاويه، فحتى الغد ليه اللي هو اليوم عاد باش كملت لكم الفيديو وصافي. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، قول لكم السلام عليكم.